والآن نتوقف مع جولة اقتصادية لأبرز أخبار المال والأعمال نستعرضها في سياق هذا التقرير. أناب معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، أناب نائبه حسن المدني لافتتاح معرض نيو لوك للتسوق، والذي يشمل على عدة أقسام من الملابس ومستحضرات التجميل والأغذية والضيافة. ويأتي معرض نيو لوك للتسوق والمقام في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بتنظيم من مؤسسة فيرست تارجت وبمشاركة 200 عارض، ومن المتوقع أن يزور المعرض هذه السنة 60,000 زائر. وصرح محافظ العاصمة أن المعرض سيسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في المملكة واستقطاب المتسوقين من داخل البحرين وخارجها. أكد الرئيس التنفيذي لشركة فيفا البحرين للاتصالات عليان لوتيد أن سوق الاتصالات في البحرين سوق تنافسية ورائدة على مستوى المنطقة، سواء في مجال البنية التحتية أو تقديم الخدمات. وقال لوتيد في تصريحات خاصة بتلفزيون البحرين على هامش أمسية رمضانية نظمتها الشركة للإعلاميين إن استحواذ شركة فيفا البحرين على شركة مينا تيليكوم أحد مزودي خدمة الإنترنت في المملكة التابعة لبيت التمويل الكويتي هو جزء من استراتيجية التوسع في السوق البحرينية، وأشار أن الشركة تعمل على تطوير خدمتها في البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل لعملائها. سوق الاتصالات في مملكة البحرين يعتبر سوق رائد على مستوى المنطقة. البحرين والحمد لله قدرت بشكل كبير أنها تكون رائدة في سوق الاتصالات على مستوى المنطقة في جميع المجالات، سواء في مجالات البنية التحتية أو في تقديم الخدمات أو في الأسعار. طبعا هذا ما يجي فقط من خلال جهة واحدة، ولكن جميع الجهات الخاصة واللي لها علاقة بسوق الاتصالات تعمل على مستوى السنوات اللي فاتت بشكل حثيث، سواء من الأخوان في الحكومة أو سواء من الأخوان في هيئة الاتصالات أو حتى الشركات بشكل عام. في الحقيقة استحواذنا على شركة مينا تيليكوم يعتبر جزء من خطتنا الاستراتيجية لتوسيع عملنا في مملكة البحرين. شركة مينا تمتاز بأشياء كثيرة، كنا حريصين على أنه نضم هالتميز إلى ما يوجد لدى فيفا البحرين من تميز من ناحية الخدمات اللي تقدمها في سوق البحرين. بدأت شركة السوق المالية السعودية تداول تطبيق الآلية المحدثة لتحديد سعري الافتتاح والإغلاق للسوق الرئيسية ونمو السوق الموازية، وتبدأ تداول تطبيق آلية المزاد لحساب سعر الإغلاق بدلا من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول، وذلك للمساعدة في تحديد قيمة أدق لسعر إغلاق الورقة المالية عن طريق العرض والطلب عوضا عن المتوسط السعري المستخدم حاليا. جاء الأداء العام الذي سجلته البورصات العربية بنهاية تداولاتها الأسبوعية ضمن التوقعات، حيث سجلت وتيرة نشاط جيدة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان. غالبية البورصات شهدت أرقاما متباينة على صعيد قيم السيولة المتداولة، الأمر الذي كان له تأثيرات إيجابية على إجمالي التداولات وعلى الإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة، والتي لم تدفع البورصات لتسجيل خسائر حادة في نهاية تداولات الأسبوع. أقر مدير شركة الخطوط الجوية القطرية بأنه قد يضطر إلى البحث عن خطة إنقاذ حكومية إذا استمرت مقاطعة الدوحة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، حسب ما ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية. وقال أكبر الباكر إن خطة الإنقاذ المحتملة لا تزال بعيدة بعض الشيء، لكن الشركة ربما تحتاجها للحصول على أموال حكومية إذا استمرت المقاطعة العربية على المدى الطويل. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سعر النفط البالغ 60 دولارا للبرميل يناسب روسيا، وأن ارتفاع النفط يمكن أن يسبب مشكلات للمستهلكين.
وقال بوتين إن بلاده التي توصلت إلى اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك لخفض إنتاج النفط، لديها علاقات عملية مع المنظمة والسعودية اللذان يعتبران أكبر منتجيها.